السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى. فيا أحبابنا في الله، الأرض حية متفاعلة. هناك فيديو أن الأرض متفاعلة وحية، تتفاعل معك، تتفاعل مع الذين على ظهرها. الله خاطبها، قال إذ قال يعني قال خاطب الله الأرض، قال ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قالتا أتينا طائعين، يعني كلاهما عنده يعني سماع ورد، سماع لكلام الله ورد لله. يعني في حية هذه الأرض، حية نفس فلكية. يعني إيش هذا الزحل، هذه الكواكب عندها نفس فلكية. يعني هناك غير مرئي هو الأصل لها، مسيطر عليها، مدبر شؤونها كما يريد الله، فهو الذي يتكلم. يعني أنت نفس الشيء، جزئين، جزء ظاهر وجزء خفي، والأرض جزء ظاهر وجزء خفي. الله يكلم الخفي، يكلمك أنت الأبدي، لا يكلم هذا الجسد، ولكن قلت أنا الجسد، هذه نظارتي لكن ليست أنا، هذا جسدي ولكن ليس أنا، لذلك هذه تنكسر وتغير وهذا يموت وينتهي. أنت أبدي، كما يسلب منك النظارة إذا مت، وتسلب الساعة وتسلب الملابس والسيارة، وهذا يسلب جسدك وتبقى أنت. فهذا يعني ليس شأننا، ولكن شأننا ماذا؟ إنه في تفاعل بين الله، الإنسان، الأرض، وهناك قوانين الله جعلها في الأرض لعلاقتها مع الإنسان، وقوانين في الإنسان لعلاقته مع الأرض. لذلك لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إيمان تقوى، إيمان بالله وثقة به، يعني كفر بغيره. تقوى تتقي الله، يعني ليس تتجنب النواهي كلها 100%. لا، المتقين منهم الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعل، هذا من المتقين. التقوى يعني خوف على مشاعر الذي تعظم وتحبه. الإبن يخاف على مشاعر أمه، ما يخاف من ضربها، ما عندها ضرب، وإذا كان في ضرب أخاف من الأب، هو يحبها أكثر. ليش؟ يخاف على مشاعرها، حتى لو سوى شيء برا وأمه قالت لا تفعل هذا الشيء فعل، يجري عند أمه قبل لا تعرف، ويكون عندها هكذا، هي لا تدري إيش اللي حصل، لكن بعدين تعرف أنه أنت جيت تجري عشان كذا، تخف الوطع شوي. فنحن نلتصق بالله بأي شيء، نلجئ، نفر منه إليه. ربنا قال ففروا إلى الله، يعني إيش؟ في شيء مؤذيك، متعبك، في شيء يعني من اللي قال الله لا تفعل فعلت، فر إليه. مو تقول خلاص ما يقبلني الله، غاضب، ساخط، لأن عندي أشياء. استغفر وارجع، الغفران أعظم من الذنب، أعظم من العيب، أعظم من الطاعة، الرجوع إلى الله. وانت تطيع ارجع له، قل له سوينا حاجه ما تصلح. فالمهم الارض متفاعله معك اذا انت عندك تقوى الله، وكل شيء متفاعله. تقوى الله يعني الرجوع اليه، الحب له، التعظيم له، الايمان به، وعكسها لا يكون لغيره. حب لغيره لا، تعظيم لغيره لا، بمقدار ما هو مؤقت، وبمقدار ما هو صغير، وبمقدار الرفقة في الدنيا، بس فرق رفقة الأجساد.
نعطيه حجمه. فإذا ها، وكمان الآية الثانية التي تقول ظهر الفساد في البر والبحر، هذه الأرض ظهر، لماذا ظهر؟ زلزال، بركان، تسونامي، عواصف رملية ترابية، حر، برد، ذاب الثلج، ماذا يقولون، المناخ ماذا تغير فيه، تغيرات. إذن بما كسبت أيدي الناس، أيدي الناس مو اليدين، هذه جوارحهم، جوارحهم كيف تفعل الأشياء، إنما الأعمال بالنيات. في الداخل حاجة صلحها تصلح الأعمال، تصلح الأرض. خربها هنا تحاول تصلاح بره، ما في هذا اللي بره، في قوانين، قال للأرض افعلي كذا إذا فعلوا كذا، افعلي كذا إذا فعلوا كذا، وهي لا تفعل بنفسها، ما فعلته عن أمري لعبد من عباد الله، كذلك الأمان من إيماء الله، كوكب لله لا يفعل شيء عن أمره، هنا يصير شيء هنا يصير شيء، كله بأمر الله، بس في اتصال، اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، في اتصال، عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا منها، فأبينا أن يحملنها، فأبينا منها وأش، فأبينا أن يحملنها وأشفقنا، إشفاق قلب حي، في فيديو هنا تفاعل الأرض مع الإنسان، فالأرض تتفاعل، ظهر فساد هنا ولا هناك ولا هناك ولا أي شيء أرضي بقلوب الناس بالاختصار، يعني قلوبهم نواياهم أخ، ولو كان الواحد ظاهرا عبادة، هذه عادات تعودنا عليها صارت عادة، ليست عبادة. متى تكون عبادة؟ إذا كان القلب معظم لله وناوي لله وعايش في العبادة لله، الله أكبر خلاص هذه لله. أما إذا كانت الشكل ولكن الظاهر هذه لا تنفع، في الآخرة تصير مشكلة على الواحد، ويل ويل، وهذه بجهنم للذين يعني لم يجعلوها عبادة. المهم نريد أن نركز على ما نحن فيه. فالأرض لها، اكتشفوا الآن يعني بعد ملايين السنين عايش الأرض، وربنا قال لنا، أنا قلت لها وكلمتها وكلمتني وعرضت الأمانة، وبعدين قلت لها تعال طاع، ولما جاء طوفان نوح قال يا أرض بلعي ماءك، يا أرض بلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، أوامر، والمأمور مع 100%. فالأرض الآن اكتشفوا في الثمانينات في القرن الماضي إنه لها حزام كهرومغناطيسي اللي هو يسوي الجذب للأشياء، السيارات، بيوت، كله ماسك فيها، هذا الحزام موجود. ووجدوا كذلك إنه في تردد، تردد يعني إشعاع، والمشكلة قليل اللي يعني يقينهم على إشعاع، كمان الإنسان يشع، لا خلوا يعني قليل الكلام فيه، لكن هذا خلاص ثبتت مقاييس وحاجات. فماذا حصل؟ قالوا ترددها كم كم كم، سووا مقاييس، هم يعني حطوا مقاييس معينة وصاروا ممكن مقاييس ثانية تكون أحسن ولا أصلح مستقبل، ما ندري ماذا يظهر من النظريات هذه التي تتغير. قالوا 7.8 في الثمانينات، لما وصل 2012 قالوا الآن صارت مقدار كذا والآن مقدار كذا، الآن وصلت إلى 12 وفي الزيادة. إيش معنى هذا؟ الأصل الذي لا يقولونه، الأصل للتغيير هو الإنسان، غير فتغيرت، غير فتغيرت، ليس العكس أن هذا صار ثم الإنسان، لا، هو ربنا ذكر القوانين،
ذكرها لنا عندنا كتاب، هم ما عندهم كتاب. ننصرف ونأخذ المعلومات من هناك ما يصلح. هو الأصل للتغير هذا الإنسان. وصل لمستوى معين في التغيير السيء، ها؟ هي تتغير سيء بأمر من الله، ما فعلته عن أمري. لا تفعل الأرض ذرة في أمر. ونحن ذرة بالنسبة للأرض أصلا، والأرض ذرة بالنسبة للمجرات والمجرة اللي نحن فيها، نحن صغار أصلا لا شيء. فلكن ربط الله هذه المواضيع بما يعمل الإنسان، وما يعمل مربوط بالقلب. إذا صلحت المضغة هذه صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وإذا صلحت وصلح الجسد صلحت الأرض. انظر إلى واحد كان يمشي، قلنا لكم هذه القصة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد يمشي مسافر ودائما ينظر للسماء النجوم، ينظر للسحاب، فنظر سحابة فتوجه، قال هذا بيصير مطر في المنطقة دي، أروح توجه اتجاه كذا، يمكن كان متجه كذا، فذهب إلى هذا السحاب الذي يراه في السماء، فلما اقترب سمع صوتا، رجل صالح يسمع أصوات، عنده الحساسات شغالة التي قال الله عن أهل البعد المادي، لهم أعين لا يبصرون بها مغلقة، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم قلوب لا يعقلون بها، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا جيت وهذه ذهبت في القبر، وهذه ذهبت في القبر، وهذا ذهب في القبر، تسأل عن الثلاث، سمع بصر فؤاد، ماذا؟ فهذا مشي مشي ونظر للسحابة، قال يمكن ينزل مطر آتي، فلما اقترب سمع في السحابة منادي يقول لها، هذا على طول موجود، لكن هذا سمع، ناس تنظر سحاب، لماذا جاء ولماذا ذهب لا يدري، الحكاية ما هي. فهذا ذهب للسحاب فقال يا صوت في السحابة يقول اسقي حديقة فلان، فقط والناس يشوفون سحاب نظر راح كل راح هناك. فالآن شغل عن موضوع أنه عطشان وكذا، إيش هذا رايحة هذه السحابة في هذا المكان، في شعب مكان بين جبلين، فنزلت وصار الماء يسير وهو معه يسير، فرآه اتجه إلى مكان، ورجل هناك يحرث ويضبط في الأرض مجرى الماء كيف يكون، عارف متعود علاقة مع ربه، كلهم خيرين. فلما أقبل عليه قال يا فلان، جاء باسم، إني سمعت صوتا في هذه السحابة يقول اسقي حديقة فلان، أنت فلان، ماذا تفعل؟ شوف عنده مهمة عالية، يفكر في شيء، يعني إيش اللي سواله كذا العلاقة دي؟ فقال لا شيء إلا أني أخذ نتاج الأرض ثمرة أقسمها ثلاثة، شيء أعطيه الفقراء والمساكين، وثلث لأهلي وبيتي، وثلث أرده فيها، يعني قيمته يرد بذور أشياء حق المزارعين، سماد حاجات. طيب فهذا علاقة، أنت عندك إشعاع تشع ماذا؟ يرجع إليك واقعك الذي أنت الآن نحن نتكلم، واقعك اللي الآن، واقعك قبل 10 سنين، واقعك بعد 10 سنين، ها؟ أنت تصنعه، هبة من الله، هبة من الله. تريد تغير في الخارج لا تستطيع. هذا شوف كيف ضبط مع الله، ضبط الواقع، صار الماء يأتي إليه هو وحوله مساكين يعطيهم. طيب هذا المساكين لو جاءوا إلى الله كان المطر كمن راح عندهم،
لكن من بينهم هو. ثم يأتون إليه ويأخذ. هو ذهب إلى الله فأعطاه، هم ذهبوا إليه فأعطاهم هذا الرجل. واقعهم صنعوه، هو واقعه صنعه، لا تخاف من كلمة صنعه، صنع غير، غير يعني صنع. إن الله لا يغير ما بقوم، الفقر أو المرض أو الخسائر المتلاحقة أو الزلازل والبراكين المتلاحقة أو أي شيء يصير لا يغيره، سيستمر. طيب إيش الحل يا ربنا؟ قال حتى يغيروا هم، إذن أنا أغير هناك، لا يغير هو، يعني هو الذي يغير؟ أيوه هو، الواقع هذا كله مو بيدك، هذا له خالق خلقه وله قوانين وأنت لك قوانين. حتى يغيروا ما بأنفسهم، الأساس لأعمالهم. غير ما بنفسه، مش غير بنفسه يعني الآن يذكرون في مواضيع أخرى تغير بنفسك أنك يعني فيك خسائر تريد الربح، اجعل هنا ربح وفي خيالك ربح ويصير في الخارج ربح، اجعل هنا صحة وهنا صحة ويصير في الخارج صحة. في قانون أكبر مهيمن على هذا، أنت مخلوق لماذا؟ الذي يريده الله منك هو رقم واحد، وهذا الذي يتكلمون عنه هذا رقم ثانوي، لمرحلة صغيرة اسمها الدنيا، 100 سنة 200 سنة عمرك هو لهذه بس فقط. من يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها، نعطيك. تبغى صحة، تبغى ما في خسارة، في قوانين نمشي عليها وتأخذها على أي دين إن كنت، قوانين. وكمان في قوانين داخل هذه للمراحل القادمة كلها، مراحل الحياة، أنت أبدي وحياة متنوعة متطورة. خذ القانون السرمدي اللي الله صنعك من أجله. لماذا خلقتني يا رب؟ أهم من أنا أريد كذا يا رب، هذا رقم واحد، ضبطه بعدين قول أريد. ادعوني أستجب لكم، هي لك. من عمل بالقانون الرباني الأبدي المقصود خلق الله فيك تفعله، بعدين أطلب تجد. لكن تجي وأنت في البعد المادي، لا في غيب ولا تفكير في الغيب ولا تفكير في مراحل أبدية. واحد يقول له تبقى هنا 60 ثانية، 60 دقيقة، ساعة كاملة تبقى في هذا المكان، وهذه فيلا كبيرة تصرف كما تريد، وفيه بعد 60 دقيقة هذه 1000 سنة تبقى فيه. لنقول علشان نضبطها مضبوط، تبقى في شقة، شقة صغيرة يعني 3 غرف مطبخ حمام، تعيش تأكل تشرب مبسوط كل شيء موجود، بس شقة صغيرة. هنا فيلا كبيرة 60 دقيقة، هناك لا أريد، أنا هنا هنا ويتمتع وينبسط انبسط، أخرج إيش 60 دقيقة انتهت، تعال هناك في القبر، في الغرف الصغيرة 1000 دقيقة 1000 سنة. ولكن هذا ليس عادل، ما ليس والله سوينا هذه اختبارنا. كيف إذا كان بالعكس، أنت هنا في غرفة واحدة مدة 60 دقيقة، ثم تخرج من هذا الباب وتبقى 1,000,000 سنة في قصر. أقول بس بشرط أنك تفعل أشياء معينة، أنك تأكل من هذه الأشياء إلا هذه الشجرة مثلا، أو لا تأكل، لا تشرب خمرة، في خمر، في لبن، في عسل، في كل حاجة تبغاها موجودة، الخمر ممنوع.
لنقل العسل ممنوع، كل أي شيء للعسل. 60 دقيقة. بعدين هناك 60 مليون سنة. ليش هذا ممنوع؟ فلسفة. لا خلينا حر، لا 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 مدري إيش، لا مدري إيش، لا مدري إيش، ومجموعة كبيرة كلهم يأكلون من هذا العسل. حلو ممتاز، وأغروك وأكلت من العسل. خلاص يا أخي 60 دقيقة هذه كم مضى؟ قال 1 دقيقة. أوه دقيقة، هذا وقت طويل. ينظر في العسل، كل هذه الأشياء لا ينظر إليه، ينظر في العسل. يأكلون العسل ويتلذذون وأنا أريد. كم مضى؟ قال 2 دقيقة. يلا آكل، أكل 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 أكل. كم مضى؟ قال 59 دقيقة. ماذا بقي دقيقة؟ جاء وقال تفضل خروج. كيف خروج؟ أنا قال خلاص 60 دقيقة انتهى، تفضل. فهكذا حالنا، نقول 100 سنة نفكر فيها، فلذلك 100 طويلة. ما هذا ما هذا، متى 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 متى؟ نأكل ونشرب، وإنما هي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. تظهر بركان هنا، يظهر تسونامي، فقال كيف تفعلون للنجاة؟ لا يقول للأنبياء كيف تفعلون، كيف أنجو؟ لا، أنا في العسل لا أفارقه. كيف نفعل؟ قال افعل هكذا، افعل هكذا، حط الكمامة، ادخل تحت الأرض، افعل هكذا، افعل هكذا. طيب نجونا 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 نجونا. ثم قال ماذا؟ انتهى الوقت. كثير لما يذهب هناك يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، صالح ما أبغى أسوي شيء. قيل لك ذلك، صدقت فلانا ولا لم تصدق فلانا صلى الله عليه وسلم؟ لم تصدق كتابا أرسل إليك، قالوا لك ممنوع، لا تذهب إليه، اترك اترك اترك، نحن أفهم منه. قلت طيب، وهجرت كتاب الله. فالآن نريد أصلا هذا الكلام ثانوي، كله ثانوي، ولو كان كويس ثانوي. نحن نريد حاجة أخرى. الآن الذين انتقلوا أو أنهم حاولوا الانتقال إلى البعد الرباني، ويخرجون من البعد المادي، من البعد تفكير 100 سنة فقط، أولوية هذا وليس أولوية تلك الحياة، إذن هم ليسوا مصدقين للأنبياء. وإن قالوا هنا ثقافة عقلية موجودة ممتازة، ولكن القلب يقول هنا هنا هنا، هناك بعدين بعدين، قبل الموت ب5 دقائق. فهنا المشكلة. فلذلك نحن نريد نعرف يعني أين أنا؟ هل أنا في البعد المادي وعندي ثقافة وأظن هذا هو البعد الرباني؟ في ناس يظنون هكذا. أقول لك أنا عندي يقين على الله يستجيب الدعاء، ولكني 20 سنة أدعو وما استجاب. ما المشكلة في ربنا؟ لماذا لا يستجيب وهو يقول أجيب؟ لأنك لا تستجيب وهو يقول أستجب. أنت لا تستجيب له، تريد خادما. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أقرب من حبل الوريد. في أشياء أقرب لك؟ الجوال أقرب من حبل الوريد، الساعة، الزوجة. الزوجة تلتصق هنا، ثم بعد ذلك ما تفهم شيء، ممكن تخدعها ما تفهم شيء، والزوج كذلك. فإذا أقرب إليك. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، لا يشيل هم يعني، خلاص كل اللي تبغاه يسألوك فين فين، ما في فين فين فين، تنظر في الخارج، قريب، أقرب إليك من حبل الوريد. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ما
هذا القرب الهائل؟ طيب فليستجيبوا، أنا أجيب أنت استجيب، أنا صنعتك خالقك ربك، لي الحق تستجيب لي، أنا أريد منك أشياء، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، ما بتعبك تعب فيها، خلي هذا كله لك. وليؤمنوا بي، إذا تؤمن بغيري تخاف من هذا، تريدني أن أجيك منه وهو عظيم مرعوب منه، أين الرعب مني؟ أنت ما آمنت بي، آمنت به، هذا شيء أحبه أريده، أين أنا الحبيب؟ أبدي معك، هذا 60 دقيقة 100 دقيقة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، هذا اللي برا شوف، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ادعي ما تربص، هذه الأشياء أحب. أنا لا أريد العبادة، أريد الحب، ثم أعبد من تحب. والله لا يهدي القوم الفاسقين، وهو لا يشفي، أنت تطلب الشفاء، ولا لا يربحني في التجارة، هداية ما في، ضلال زيادة. ليش؟ قوم فاسقين يحبون غير الله أكثر من الله وإن كانوا شيوخ. الألقاب عند الله لا تصلح، أنت لقبته شيخ، هو لا يحب الله أكثر، أنت لا تحب الله أكثر، إذن في الأرض تتفاعل والقبر منتظر يتفاعل والمراحل القادمة تنتظر تحت أمر الله. فيصير عندك يعني مثلا الواحد إذا دخل في هذا البعد، وضعت ورقة ولا أنظر إليها إيش تسوي، فماذا نفعل؟ فأنت في حتى تعرف نفسك أين، يا رب يا كريم، أولا الخوف لازم يخرج نهائي، خوف من غير الله ما في، خوف من الفقر، خوف من الموت، خوف من أي شيء، هذا لازم يذهب، لازم تشعر بالأمان مع الله، أمان مع الله، خوف من أقرب إليه من حبل الوريد، وخاف من أحد في الخارج، مرن نفسك. هذا كورس فيه تمرين، تمرين إدخالك في البعد الرباني وخروجك من البعد المادي وسيطرة وهيمنة القوانين اللي دخلت من الولادة إلى الموت كلها، دخلت بإرادتك بعد البلوغ يسجل عليك. ليش؟ لأنك ترى غير الوالدين المؤثران، ترى أناس مؤثرين، خلق مؤثر، يريك الله آياته، أفلا ينظرون إلى الإبل؟ أنت تنظر الإبل، هو ينظر الإبل، والدك مدرس ينظر الإبل، ما له شغل، أنت تنظر الإبل وتصدق ما قال، فأين الله في الموضوع؟ فلذلك هنا عندنا مستويات للناس، مستويات مع الله، علاقة مع الله، علاقة مع الخلوق، علاقة مع النفس، 3 اتجاهات. فنحن في هذا الباب اللي هو البعد الرباني في أدلة لليقظة، أدلة لأنك أنت خلاص ابتعدت ودخلت واتجهت، أدلة كلها قلبية، لا تنظر للعقلية، أنت تسمع الكلام هذا تقول أيوة صح عقليا، لكن وصلت إليه لا. واحد يقول لك السباحة، أنا واحد يقول له أيوة أنا أعرف أكثر منك، شوف السباحة تبع كذا وتبع كذا، هذا عقلية، لكن اسبح ما تستطيع، وهو الذي أقل منك معلومات يسبح، نحن نريد هذا الجانب.
فيصير أول شيء، أول شيء يصير تواب، ما تحجبه الذنوب عن الذهاب إلى ربه والبكاء، ما يحتاج تجبه العيوب وقع في غضب وسخط، ويعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الغضب إيش، وأنه الإدفاع بالتي هي أحسن، يعرف معلومات موجودة، لكنه قلبيا ما يستطيع يفعل هكذا، صار حادثة هذه وبعد ذلك تراجع. ممتاز، أول ما كنت تتراجع الآن صرت تتراجع، فرجوع إلى الله، يا ربي اغفر لي سامحني أنا أريد ولا يحصل، مع الله تواب إلى الله. أول كنت تحجب، ماذا؟ إذن أنا غير صالح لله، ابتعد أكثر. هذا هو الشيطان يريد، هذا يقول لك ماذا غضبت، يعني حريص عليك، غضبت فأين العباد الله الذين لا يغضبون، لست منهم. إذن اترك ربك تعالى، افرح فرفش 60 دقيقة اجعلها تمضي عسل. طيب، فتأتي إليك يكون عندك تواب تواب تواب. لاحظها، تفاعل مع التوبة والرجوع بدون الحواجز. أنت هنا تقسم ظهر إبليس والنفس الأمارة بالسوء، كسر. حصل شيء؟ يقولون ليش تقول لهم مفتوح الباب، لم أموت مفتوح الباب، هذا لا يريد. طيب، يقل الخوف يعني عند الواحد إذا بدأ فعليا يعني اجتهد جهد صحيح كما في الكورس الرباني بدون زيادة وبدون خلط من آخرين. واحد يقول لك اقرأ سورة البقرة 3 أجزاء يوميا وأنت توك داخل وتسمعت هذا الخبر، فيها فوائد، فيها 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 فيها، لإشغالك عن المعرفة بالله هي الأعلى. ما كان الصحابة يفعلون هذه القراءات، ما كانوا يفعلون، ليست منتشرة، ليست شائعة، يعني احنا أفضل منهم؟ الركن الأول أهم اللي هو التشهد، لا تقول، تشهد لا إله إلا الله، هنا تشهد مع الكرسي الرباني. فيأتي عند الإنسان الصحوة، اليقظة، يريد يمشي في الطريق إلى الله. فهنا التوبة والرجوع، التائب يعني الراجع، مو يعني في ذنوب وأتوب منها، هذه منها، لكن الأساس ترجع إلى الله. يحب التوابين، كثرة التوبة من كثرة الوقوع في غضب، في خوف، حتى لو خاف، موسى خاف ورجع، حتى بعدين يقول لك، يقولون له قومه إنا لمدركون، فيقول كلا، خلاص ما عاد في خوف، طار. تمرين، تمرن مع ربك. فيأتي كذلك في الإنسان أحوال بدون ترتيب، هكذا عشوائي نأخذ الآن، وأنت بعدين شوف، يأتي في حياته اليسر، يسر وسهولة، ينوي حاجة مثلا، كما أول ينوي مثلا أريد الله لو أشرب كذا، آكل كذا، أجد صديقي فلان مثلا، مشاعر داخلية يجدها تتحقق، يجد فلان، يجد الحاجة اللي كان يريد يأكلها، يريد يشربها، في أشياء صغيرة يجد فيها اليسر، ثم الواقع الكبير يجد فيه كذلك اليسر. في ناس يريد عمارة وعنده مال لا يكفي، أو بيت عنده مال لا يكفي، شوي شوي يجد طريقة عند واحد، عند أحد، هذا البيت خذ بهذه القيمة، وصل للبيت الذي يريد وبسهولة بدون تعب ولف ودوران. غيره لا، موجود البيت بجواره، يكفي بماله يحصل على البيت، ها؟ لكن عنده الآية فسنيسره للعسرة، يروح يدور 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 يقول ما فيش، خلاص
هو موجود بجواره، غيره فسنيسره اليسرى. البيت هذا موجود في مكان آخر بعيد ولا يعرف يتواصل حتى يصله، ما في اتصالات لا ناس ولا شيء ولا أي شيء، ما يدري إلا في مقهى في مكان آخر، هذا مكان آخر، كلام ما كلام صار من هنا وبعدين خلاص موجود البيت، كم الفلوس اللي عندك كذا كذا خذه تعال تفرج فيه. شوف راح بعيد يبحث وشاف المين وفوق أسرته فرح وأخذه. تتيسر في الصغار ثم في الكبار. ليش؟ لأنه لا يتبع قوانين البعد المادي. الآن يعرف هذه كذب، هذا وهم، قوانين واهمة خلقها الإنسان، وهناك قوانين عالية خلقها الله هي الصحيحة وهي السليمة، ولأجلك خلقها، لأجل أن تنعم وتسعد المؤمن. فلنحيينه حياة طيبة ويرزقه من حيث لا يحتسب. مشكلة العصر رزق وصحة، وربنا جعلها في الفاتحة شفاء للمؤمنين، غيرهم لا تزيده إلا خسارة. الإيمان ليس بالتمني والكلام والثقافة. فطيب، فإذا يصير اليسر في حياتي يسر في الأشياء البسيطة، إذا استمر تكبر. هو لا يقصدها ولا يقصد اليسر، هو هم الله والآخرة، وبالغفلة هذه يجد التدرج وتدرج وتدرج حتى يصير يعني كما في فيديو اسمه كن فيكون، تصير عندك. طيب إيش وصلنا؟ يصير عندك أعراء الأشياء هذه، يصير اليسر في حياتك، يكون عندك التوبة والرجوع إلى الله ويصير اليسر في حياتك، ويصير كمان الصفاء. الصفاء يعني إيش؟ كنت أول يدشونك الناس، تريد هذه المشكلة، إذن كيف الحل؟ اسأل هذا، اسأل هذا، خذ من هذا، خذ من هذا، لا هذا فهم، هذا مو فاهم، هذا يملي عليك وأنت كنت لا. قال أنا مرت علي التجربة هذه وأنا جوت بالطريقة الفلانية، يعني قانون واحد خلاص لكل البشر، هذا قوانين، هذه أفكار الناس. الآن إذا جاءت المشكلة صمت وصمت وصمت الأفكار، كيف تجي هذه؟ في الصلاة. الله كما دربناكم تعرفتوا في الكورس، الله أكبر غيره أصغر، أنا مع الله. أنت دخلت في الصفاء، لا شوشرة لا أي شيء، ما سرع توجه هنا، دخلت في الصفاء. إذا أنت صلحت شيء في الداخل، هذه المشكلة في الخارج تذهب. مو أول ما تصلي خلاص صلات، لا، تمرينات. بعد التمرينات ضبطت معك تيجي المشكلة، طنش طنش. ليش؟ كن في الصفاء. يجيك واحد يقول لك أنت السيارة هذا يصير كذا والمشكلة كذا والمشكلة كذا، مخرج في القلب لا يدخل شيء. يعني يقول يعني الذين في البعد، علشان نفهم المقارنة، الذين في البعد المادي ماذا يقول؟ مشكلة إذا في توتر، في قلق، في اضطراب. ليش؟ أنهي هذه المشكلة ثم تأتي الراحة، ويمكن يطول ما تأتي الراحة، يمكن تتعقد أكثر ما تأتي الراحة، لأن المشكلة جاءت حتى تقول لك اذهب إلى ربك، اذهب إلى ربك. إنا لمدركون، أي والله مدركون، ماذا نفعل؟ نحفر قناة من هنا ونعمل 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 وضعنا، لا، إنا لمدركون، إن معي ربي سيهدين. فأنت الراحة التي يريدها هو الذي في ذلك البعد بعد أن يحل المشكلة، أنت أوجدها الآن. مشكلة فيه؟ نحن في الطمأنينة والراحة، ما في قلق، ما في اضطراب، ما في أي شيء، أقرب إلينا من حبل الوريد، إحنا معاه، ونحط المشكلة بين يديه ثم ننساها. هذا معنى الدعاء، تضع خلاص، هو علم أصلاً. والآن قلت له أريد خلاص حل هذه المشكلة، ننسى خلاص، انتهى، وصلت عنده وعرف. الآن توكل عليه، انسى الموضوع خلاص، توكلنا على الله، توكلنا على الله يعني خلاص
ما نجادل، ما ندور حلول أخرى، ستنحل كيف أنا لا أدري، ولكن 100% هي الثقة، 100% ستنحل. الآن مرتاح، أمر نفسي حتى لو في جات قلت أعوذ بالله، الله أكبر، لست كبيرة، تمرين. ثم بعد ذلك لا تأتي هذا، إذا جاءت المشكلة تنظر إليها تتفرج، ربي أقرأ بلا محبري، تنظر إليها تتفرج حتى هي تعبر. إن مع العسر يسرا، نفس العسر في يسر ثاني، يسرين. انظر إلى المال له وجهين، أنت تظل اليسر موجود وتشوف كيف تصير. فأنت استحضر الراحة التي يريدونها هم بعدما يتعبون في حل المشاكل، أوجدها الآن، والمشكلة موجودة معها الراحة موجودة، الراحة راحتين واليسر يسرين والمشكلة واحد، وشوف كيف يصير. صغر المشكلة، هو كبرها، مشكلة كبير، إذن أنا سوف أخدمها، سوف أفعل وأتصرف. معتمد على نفسه، أنت معتمد على الله. فإذا يصير عندك إيش؟ إيش قلنا نحن؟ والله ما أدري من فين رحت، فين رحت أرادنا. فيصير عندك الصفاء، صفاء في مشاكل، صفاء. تمرن على الصفاء، هذا الذي تفعله في القرآن، استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وكمان في الصلاة الله أكبر وغيره أصغر، وتوجه إلى الله، تمرن عليه في الفضاء. الآن جاءت مشكلة وأنا في الباص، ألو صار لك كذا، ادخل البعد، اخرج من البعد المادي والثرثرة والصوت المجلب من العقل، وادخل في صفاء مع الله. صلي على الرسول، اذكر لا إله إلا الله، كل كبير إلا كل صغير إلا الله الكبير العظيم، الله أكبر الله أكبر. حديث داخلي ينزع ويبعد سيطرة العقل، بالصمت تصل إلى الروح، الروح تعطيك الأجوبة الصح، لكن هذا مزعج، فلذلك لا تسمع مضبوط. وهناك موجود يعني فيديو عن العقل والروح، إلى من أنت تستمع، وصوت صاحبة الجلالة والطاغوتة، كله موجود هنا. فإذا هذه بعض الأشياء اللي تظهر للإنسان في البداية، وبعدين تستقر. أيضا كمان أن تشعر كما قلنا بالتوبة، يعني تجد الأمان عند الله، قربك من الله هناك الأمان، ما في خوف. إذا بدأ الخوف يسري، رجع الأمان على الله، خوف من أي شيء يخطر، فقر، موت الولد، مريض، مدري إيش، ارجع إلى الله وأبعد مسألة الخوف من الغير. خوف من الله موجود، واللجوء إلى الله موجود، قلق اضطراب أبعده. كون صفاء، تمرن على هذه الأمور بالتمرين، لأنه ما سنين الآن كم عمرنا ونحن تأتينا هذه الأشياء. إيش كمان؟ أنت إذا أحضرت الراحة الآن والمشكلة موجودة، أنت أحضرت الحل. وإذا أحضرت مع المشكلة القلق والتوتر، أنت أحضرت عدم الحل بسهولة، ممكن بصعوبة. طيب، فبقي ويصير عند الإنسان كذلك، ترى الجسم، هذا الجسم محتاج إلى عناية. العناية هذه أقل شيء منها اللي هي النظافة الجسدية، وكمان تحرك، يكون عندك رياضة، ولو مشي، ولو إذا ما في مقدرة مشي في نفس المكان، العب في نفس البيت، جيء بكرسي وتحرك هكذا واجري هكذا، في رياضات كثير بأشياء الأثاث الموجودة في البيت، لا تترك، تحرك، حرك الجسد، حرك الجسد، لو تقفز 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 وتحرك اليدين والرجلين كل كم ساعة، سوي حركات كذا، الحركة
تحرك إشعاعاتك الداخلية للخارج لتغيير الواقع. الواقع يحس بالإشعاعات أكثر السيء. حتى أن الجسم إذا أنت متبع الدخول في البعد الرباني بعد فترة تجد أن هناك، وهذا لاحظوه كثير، تجد أن هناك أمراض كانت موجودة وتعاودك في الشهر مرة أو مرتين، أو هذا كله يختفي، تختفي الأمراض، تختفي المشاكل اللي كانت موجودة في البيت، دائما يضرب في رأسك الباب، دائما تستيقظ من الصباح يعني على شيء ما ليس مناسب، وأصوات في الخارج، وحساساتك موجودة حولك على الأشياء المادية وعلى جسمك، ماذا حصل، هذا ماذا، وهذا هذا ماذا، كل هذه الأشياء تختفي من حياتك بعد ذلك فترة. تقول أي والله كان عندي كذا رهب، كان عندي هكذا ذهب. التغيرات بعد ذلك لو أمراض خطيرة كانت موجودة تتلاشى، كل ما زاد إشعاعك للخارج الأرض تعرف، وكذلك جسمك يعرف ويتغير. يقولون الخلايا تتغير، يعني الخلايا جسدك كل فترة تأتي خلايا جديدة والقديمة تذهب، لكن قبل أن تذهب تسوي النسخ ولصق. هذه ضيفة جديدة تلصق فيها كل ما موجود في الخلية من قديم ولو من الولادة كله، عشان تبقى مثل أنت شخصيتك نفسها. أنت إذا بدأت تتغير وبدون تخلط، يعني مثلا تغير أي والله ممتاز هذا الكلام وكل شيء والصلاة وكل شيء، وبعد ذلك في أثناء اليوم شاهدت فيلم لهكذا، شاهدت شيء لهكذا، شاهدت قنوات لفلان وفلان وفلان، وقال لك اقرأ هذا، اعمل هذا، تسبيحات ذيك، هبطت الأشياء الباطنية القوية وأقنعك عقلك بما ظهر من جوارحك. هذه التي تظهر بالأعمال لا تغادر الجسد 1 سنتي. ليش؟ لأن الذي يرفعها ويقويها ويشعها هو الإيمان. طيب الإيمان فيه، وأنا لا أحفظ إلا الفاتحة وقل والله أحد، ولا أعرف من الأذكار إلا بسم الله الرحمن الرحيم. إشعاعك أقوى من ذاك الذي يعلم ويعبد بكثرة. فالشيطان عنده مجالات يعني يخرجك من جهد الإيمان الذي عارف الحمد لله الذي عارف قوته، تؤذيه، تؤذي الجن، تؤذي الشياطين الآخرين، لا يؤذونك ما يستطيع، تؤذي من في ساكن بجوارك، تؤذي الجن الذي فيه، كيف يتركونه؟ يبدأون بك أنت، يقول يا أخي خلاص خذ صلي، أمسك قرآن، أذكر زي ما تبغل، بس وقف هذه الإشعاعات ذي آذتنا. مخ ما كان لي عليه من سلطان إلا أن دعوتهم فاستجبت لي، بس دعاء بذكاء. فأنت ركز على الشيء الأكبر، تشهد أن لا إله إلا الله قبل الصلاة. فقوتك في الداخل، ضبط، خاصة ضبط العلاقة مع الله. والله كما كان أحد الصحابة كان في المسجد، ذكرنا هذا، وقال له سيدنا عمر الخطاب، قال اذهب أطفئ هذا بركان، خرج في المدينة، أطفئ هذه النار. قال من أنا وأنا؟ قال له اذهب، فيعمل بيديه هكذا والنار تنزوي إلى الخلف حتى دخلت في الجحر وأغلق عليها. إشعاعك هذا النار تخشاه والأرض تعطيه أهمية كبرى. لفتحنا عليكم بركات من السماء والأرض، يصير كل شيء من حولك مؤثر، تشع، وأنت يمكن عبادتك قليلة، أمسكت الأساسيات فقط. هكذا كان الصحابة. لو جاء سيدنا أبو بكر الآن هنا لما نظرنا إليه، ولا نظرنا إلى عمر، ولا إلى سيدنا علي، ولا عثمان، ولا أبو هريرة، ولا سيدة عائشة، ولا أنس بن مالك،
لأنه أعمالهم بسيطة لكن علاقة قوية مع ربهم، إيمان يهز الجبال يغير في الكون كما يشاءون، ولكنهم ماشين بالتواضع بالسكتة. لما صار لقاء بينهم بين الجيوش الأخرى أضعافهم بالمئات والألوف، ما استطاعوا يقفون الجيوش بأسلحتهم وقوتهم. لما؟ معنا ربنا وهناك معه من شاء من الخلق. فنحن عندنا كنز عظيم، جوهرة في الداخل هنا، ضع الجوهرة هنا وشوف واقعك كيف. الأمة لو وضعت الجوهرة هذه عندها تمسكت بها، كتاب الله وسنة الرسول مباشرة لا واسطة في النصف، في قوة. لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تقرأ قل هو الله أحد، أي شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء، لا يضر. أي شيء في السماء ولا في الأرض لا يضر بكلمة بسم الله. تتحدى رياح عواصف، أذن، كبر الله، بسم الله، الله أكبر، والله لا يقترب منك أي شيء. لو كنت في مكان مهدد وبين مدري إيش، يعني خلاص جو كذا عباطة، ناس مسكوك، عصابة، مافيا، ولا اللي يكون، شغل القلب بالذكر. أنت كنت قبل بالذكر والآن حصل هذا الحدث، شغل القلب بالذكر وشوف ماذا يجري. فيه أناس، خذ قصة، أناس كانوا مسافرين من بلد إلى بلد، وهذا البلد واضع نظام، أهل بلد ما موجودين مع هؤلاء الناس، أهل هذاك البلد هذا أهله غاضبين على أولئك القوم، ممنوع يدخل بفيزا بتأشيرة بأي شيء. وهؤلاء مجموعة أشخاص معهم نصفهم من أهل البلد المغضوب عليه والضالين، والبوليس موجود، وهذا كبري بين البلد والبلد، هم ليسوا من أهل هذا البلد ولا من أهل هذا البلد، يريدون يدخلوا الأقارب لهم في هذا البلد. فماذا يفعلون؟ المجموعة 10 4 بدون جوازات، و6 بجوازات البلد هذه صديقتهم، هذول 4 من البلد العدو، لا مو بدون جوازات، بجوازاتهم كل 10. فهم جمعوا جوازاتهم وضعوها عند واحد على أساس خلاص هو يراجعهم ويتابعهم، وعبروا عبروا حتى وصلوا إلى البوليس الشرطة. وجدوا الضابط الكبير موجود والضباط كلهم موجودين، ما في حد غايب، حاضرين، وهم الآن في الشارع يعني في المقر للجوازات موجودين، ولا يوجد خلق كثير، البلد فيها مشاكل، لقليل من الناس الذي يأتي، يعني ما في زحمة ناس، هم 10 10. فهؤلاء ينظرون إليهم قادمين، قال يلا أنت ندقق في جوازاتهم، يعني البوليس الذي هنا في الجوازات أكثر من عدد هؤلاء. شوية رن التلفون وهم ماشيين يعني متصلين متوجهين، رن التلفون في يد أحدهم وتكلم، مشكلة حصلت قريبا من المركز هذا، ذهبوا كلهم هناك وخلوا واحد منهم يبقى هنا، هذا 10 فر فروا إلى المشكلة يحلون مشكلة كبيرة، هذا مشكلة بسيطة، جواز، أخذ 10 جوازات أعطوه، هو ينظر إلى الناس وإلى ذا، ماذا خذ، امشي 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 امشي، مصيبة كبيرة حاصلة، امشي. مشوا 10 بجوازاتهم والأربعة هؤلاء منهم، ودخلوا البلد، وبعد رباني قوانين مسيطرة على البعد المادي، سواء رياح، عواصف، قوانين بشرية، كله تحت السيطرة، بس عيش مطمئن وآمن أنك عند ربك، ليس هناك مسافات بينك وبينه، هو قال لك أنا أقرب إليك من حبل الوريد، والغيب هذا لا تظنه غيب، الجنة، النار، ملائكتي،
ملائكتي تبع الأشياء المخيفة التي تخاف منها وتبع الأشياء الآمنة. موجودين في الغيب، ثق بهذا الغيب. إذا ما تثق فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. عند الموت هذا الأذن ما يسمع ما يرى، كل شيء طاح ينخمد، الجسد ينخمد بمحتوياته، ها؟ ويبقى المحتويات النائمة غير المفعلة بسببك أنت. تستيقظ تنظر، لا ناس ولا بشر ولا أمي ولا جدتي ولا عمي ولا خالي ولا ابني ولا بيتي ولا سيارتي ولا ثيابي. الآن أنا ماذا أرى؟ الغيب، كشفنا الغطاء. ثق بالله صاحب الغيبيات كلها وشوف ماذا يحصل، يريك، يقويك، يقضي حوائجك، اطلب تجد، بس آمن به. هذه مشكلة العصر من زمان، تؤمن به أي تكفر كذلك بغيره. لا شيء، الله كل شيء. أما الله العظيم ثقافة نفهم الله وكذلك هذه الأشياء. قالوا الله العظيم قيلت في القرآن، الأشياء قيلت في قرآن آخر، قالها فلان وفلان وفلان وفلان، بدون هذه كيف ترزق، بدون هذا قيلت، دراسة دخلت القلب. هذه تريد تدخل تجد كيف نفعل، الله على كل شيء قدير، ولكن بدون هذه الأشياء كيف يفعل الله؟ إذن هو لا يفعل، مطب. لازم تكفر بغير الله وأنظمتهم، وليس معنى ذلك تمتنع، هي أنظمة الله موجودة تسلكها. جاءت سخرها الله لي، ما جاءت ليست مرادي الدنيا. لما تفعل هكذا العالم هذا اللي حولك من المخلوقات يفهم أيضا ويصير مسخر لك. لو رأيت أسدا يسمع كلامك، أنت بس تكلم بالعربي بالهندي بالبنغالي بأي شيء، أنا أريد الشيء الفلاني، ضعت هنا دلني. وهكذا فعل واحد صحابي، أجاب، مشى أمامه الأسد حتى جمعه برفقته، واحد صحابي اسمه سفينة، فحصلت له. وفي هذا الزمان تحصل، موجودة على اليوتيوب. لا تخف غير الله لا يسلط عليك، قانون أرضي للمؤمن غير المؤمن، من خاف شيئا سلط عليه. زلزالا، براكين، أسد، صرصور. ومن رجا وتعلق بغير الله سلط عليه. سيدنا عبد الله بن عمر أظنه هكذا، مرة رأى أناس واقفين، فلما جاء وجدهم واقفين، ما بالكم تذهبون؟ قال هناك أسد أمامنا، نريد نذهب للقرية الفلانية. نظر إلى الأسد واقف بجوار الغابة والممر من هنا، فذهب يمشي حتى وصل الأسد ومسك أذنه الطويلة هذه. والأسد يعرف أنا مسخر له، هذا مؤمن، لم يؤذيه، لم يفعل أي شيء، منتظر ماذا يريد مني. فقال إن كان لك نصيب في هؤلاء يفهم، إن كان فذهب فكله، قدره الله لك اذهب، وإن لم يكن لك نصيب فيهم ابتعد عن الطريق، دع الناس يمرون. ثم خاطب الناس، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خافه ابن آدم، إنما سلط على ابن آدم ما خافه ابن آدم. وابن آدم لو لم يخف إلا الله لم يسلط عليه غيره. وما وكل ابن آدم إلا لمن رجاه ابن آدم، تعلق به. ولو أن ابن آدم لم يرجو إلا الله، ها، لم يكله إلى غيره. هذه زبدة الموضوع، بس ثقافة موجودة. لا، إحنا لا نريد ثقافة، نريد
أشبع قلبك بهذه الأفكار الإيمانية وأخرج الأفكار السلبية، أكفر بغير الله، صغر غير الله وامشي ولا تترك غير الله، اذهب اختلط بالناس عيش، هذه عبادتنا، ليست عبادتنا الذي ذكرت عند أخيرا. أما في السلف الصالح ما في تفريق، بالعكس هم يعرفون العبادات هذه أقل شيء، هذا شغل مع الله، ممكن يغفر يرحم يستر يسوي اللي يبغى، ولكن أهم شيء مع الناس نظيفين 100%، يعرفون العمل الصالح ما هو. الآن تلخبط عمل الصالح، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر استغفار، هذا لا، هذا جزء، الجزء الضئيل من العمل الصالح، ليس تحقيرا له ولكن إعطاء كل شيء مكانته. واحد قد سب هذا وشتم هذا وسفك عرض هذا وآلم، عنده عبادات كثير، يذكر الله يقرأ القرآن، هذا سماه المفلس رسول الله، ليس استهانة بالعبادة، لا، تحفيزا إلى الأصل، عمل الصالح عمل مع الخلق والإيمان بالله وإيمان به في آخرة ما ننساها، هذه أشياء بديهية وقوية. فهذه الأفكار تأتي عندنا حتى نحن يعني نضع البعد المادي هذا هذا خلف ظهرنا نهائي. الملتفت لا يستطيع يمشي، مثلا يضع الفراح وخيرات هناك وأريدها وأريد هذا وأريد هذاك وأريد هذا، أمشي على القوانين هذا وأمشي على القوانين ذاك، الله أغنى الشركاء عن الشرك، أقول لك روح لن تغادر، خذ ثقافة الطاغوت هو كذا كذا، عارف معلومات موجود، لكن واحد ثاني لا يدري ما إيش تقول الطاغوت ما هي، لكنه غير الله عنده صفر، خلاص وصل. نحن نريد هذا، لا نريد نعلم نثقف، نريد أن نتحول لدينك الحقيقي، تصلي دينك الحقيقي هو أصلا جاء الدين، صلاة زكاة صوم حج ذكر قراءة القرآن أصلا جاء حتى يخرجك من الظلمات إلى النور. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.